وهي الحرب مش على حماس ولا على غزة، هذه حرب على مشروع الدولة وعلى مشروع الهوية. وهي الحرب على غزة زي ما هي على القدس وعلى جنين وعلى نابلس وعلى الخليل وعلى بيت لحم وعلى كل شبر في هاي الأراضي الفلسطينية. فهل هو نجح هذا هؤلاء النازيين الجدد اللي موجودين في تل أبيب في كسر إرادة الشعب الفلسطيني؟ هذا يعني كمان في تحول، العالم ما عدش يحتمل هذا المشروع الإجرامي اللي هو نسخة طبق الأصل عن النازيين.